لو الحكاية فيها إن فيتو. بتاخد رأي مراتك ولا بتنفرد برأيك بس؟ لا طبعاً بأخذ رأيها لأن هي طبعاً هي اللي عليها المسؤولية البيت والعيال هي يعتبر ربة الأسرة الأولاد وكده وتجيب مثلاً الخضار وتجيب طلبات البيت وتشوف مصالحنا. ماشي شكراً لك. والله طبعا في مواقف بيحتاج فيها الواحد ياخد راي مراته وفي مواقف الواحد بينفرد لان حسب الخبره اللي موجوده عندي او عندها الواحد بيقدر يعني مثلا هو شغاله في بنك اخد راي انا في موضوع مالي وهي شغاله في بنك مش معقول يعني لابد يكون في مشاركه بس لابد في الاخر الرياده تبقى او القوامه زي ما بيقولوا باللغه الدينيه القوامه للرجل. لا باخد رايه مش كل الحياة يعني في كل الحاجات باخد رايها يعني في ساعات باخد رايها وساعات باخدش رايها عشان يعني دي بخبر مشاركه بالراجل والست بتاعتي ساعات باخد رايها في حاجات ساعات بيبقى رايي لرايي يعني. لا ما بنفردش اذا كان رايها خطا باخد برايي اذا كان رايها صواب باخد برايها وبتفاهم معاها يقنعها هي تقنعني بحيث ان انا اخد القرار الصح. لا بالعكس انا ديمقراطي جدا وباخد رايها دايما يعني افهمها انه من الحياه اخذ وعطاء ولازم يبقى في ايمان بالراي والراي الاخر لان الاختلاف في الراي بيبقى كويس بيوصلنا للحقيقه وانا دايما بشجعها انها كده لان هي من نوع شويه ما بتتنقش دايما متصلبه في رايها. لا لازم خد رايي فوق رايك وراي الاثنين يمشي والصح في النهايه هو اللي بيمشي. يعني حته التصلب بالراي دي انا ضدها تماما والمفروض يبقى في راي وراي اخر افضل. لا باخد راي مراتي باخد راي مراتي في امور حياتنا في كل امور حياتنا يعني مش حاجه معينه ان هو الموضوع مشاركه ما بيننا والجواز عموما والحياه دي حياه اجتماعيه مشاركه ما بيننا فلازم اخد رايها في كل حاجه.